28/10 تسجيل من ون بلس 5. مساكم الله بالخير. اخبار عن معالج سناب دراجون 845 لا زال 10 نانومتر ولا زال يعتمد المعالج القديم الرباعي النواه A53 الذي تم هرسه. تم تحديث احد المعالجين، هو رباعي زائد رباعي. الرباعي القديم موجود نفسه، الرباعي الجديد ماشي سريع. UFS 2.1 نفس القديم. الرام LPDDR4X في شويه تعديل على موضوع البت، لكن التحديث عادي ترى مو جد. وكرت المودم X20 يعني مو الجيل الخامس، يعني هذا المعالج هو عباره عن تحديث على معالج 835 لا اكثر. عدلوا واحد، زادوا سرعه الشبكه، اوكي. بس هو مو المعالج الجذري الجديد من كوالكوم لعام 2018. لو كان هذا المعالج هو معالج 2018 من كوالكوم، فاسمح لي انا استخدم الكلمه التعبانه هذه، فمعالج سامسونج الحديث سيسحق معالج كوالكوم. سامسونج لوحت ب 8 نانومتر لمعالجها الحديث، كان المفروض يكون 7 خلوه 8، وعدلوا في المعالجات الاساسيه في كرت الجرافيكس وخلوه يدعم الجيل الخامس ويدعم جيل جديد من البلوتوث لتقنيات النقل. طبعا هو 5.0 زائد تقنيات النقل. قلنا معالج سامسونج الجديد اذا هذا معالج كوالكوم 2018 فهارد لك لكوالكوم. هواوي ما عندها شيء مني للسنه الجايه، ليه مثلا 980 كرن معالجها مثلا في ذلك الوقت، متاخر سنه عن الركبه انا متاكد، نفس ما هو الحين. ومعالجاتهم قامت تسحق بطارياتهم، يعني انت حطيت لي بطاريه 4000 على العين والراس، لكن يسحق البطاريه تموت بسبب عدم اداره الاربعه انويه الثانيه للبطاريه في حاله السبات وفي حاله العمل الخفيف. بعدين في موضوع هواوي كرن، يعني في امر، ليش معالج الجرافيكس قديم زائد i7 مكثف؟ ليش مكثف؟ يعني ليش ما تحط كرت جرافيكس قوي وانتهينا؟ هذه تسريبات معالج 845 وهي تسريبات غير مبشرة بمعالج سيكون معالج تافه. معالج 845 يفي بالغرض حاليا. هذا المعالج مو نقلة، هذا معالج عبارة عن أبديت بسيط تافه لا يستحق سعره ولا يستحق الوقت. بالتأكيد أنه راح يكون أفضل من كل معالجات كيرن وكل معالجات ميديا تك وكل معالجات أكسنوس الحالية إذا صدر السنة هذه، لكن للسنة القادمة الوضع صعب. صدقون ايام ميت 7 كان النوت اقوى، ايام ميت 8 كان النوت اقوى، ايام الميت 9 كان النوت اقوى، وحاليا ايام الميت 10 اقوى. النوت اعلى مميزات، متفوق. لو تحط نقاط مميزات متفوق كثير من النقاط. يعني هواوي ليش ما تركز سنه واحده بس؟ سنه مو مشكله، القلم نلغيه، يعني تركيز بسيط بس. موقع رابط الموقع امس كان طايح، نعم دخلت عليه لقيته طايح، ما ادري ليش بصراحه، رجعت سويت له ريستور، ما ادري شنو السبب، فنيا مكتوب شغله برمجيه فيها خطا. رجعت الروابط اللي موجوده حاليا، بعض المتصفحات تقبلها بعضها لا، فراح اخليها دايركت لينك. انا سابقا كنت بعطيكم الليسته كامله، بس الحين اعطيكم دايركت لينك علشان تقدر تحمل مباشره. الهاتف فيه انتانا للواي فاي، انتانا للشبكه، نعم طبعا في انتانا مخصص للواي فاي، ينكتب عليه مايمو 4x4 مايمو 3x3، والشبكه CA اللي هي الامكانيه او القدره على التقاط الشبكه اكثر من مره. اذا كتب لك CA 3x3 يعني ثلاث مرات يلتقط، X4 ثلاث مرات، اربع مرات يلتقط. والX4 ترى اجهزه قليله، يعني مي ميكس 2 هواوي الجديد اللي هو الميت 10 ميت 10 برو، النوت 8 3 CA 3 X3. فاصل.